تلميذات وتلاميذ مستوى الخامس ابتدائي، مرحبا بكم في درس من دروس مادة النشاط العلمي المستوى الخامس، الوحدة الخامسة. عنوان الدرس المغناطيس والمجال المغناطيسي. Le titre, les mots et le champ magnétique. الهدفان من هذا الدرس. الهدف الأول يميز المتعلم بين القطب الشمالي N والقطب الجنوبي S للمغناطيس. الهدف الثاني يستنتج المتعلم أن التيار الكهربائي ينشئ حول السلك مجالا مغناطيسيا. Les objectifs visés par cette leçon. Le premier objectif, identifier le pôle nord N et sud S d'un aimant. N ça veut dire nord, S ça veut dire sud. Le deuxième objectif, vérifier qu'un courant électrique crée un champ magnétique. وضعية الانطلاق. وضعنا مغناطيسين فوق عربتي لعبة تفصلهما قطعة خشبية. انظر شكل جانبه. أزال أمين القطعة الخشبية فتفاجأ بانجذاب العربتين. En français, nous avons placé deux aimants au-dessus de deux voitures jouées, séparés bien sûr par un morceau de bois. Voir la figure ci-dessus. Amine a enlevé le morceau de bois. Alors, il a été surpris par l'attraction des deux voitures jouées. Et dans إذا نلاحظ أن أمين أزال القطعة الخشبية فتفاجأ بانجذاب العربتين. إذا ما هو السؤال الذي يمكن أن نطرحه؟ نعم. لماذا تتجاذب العربتان عند إزالة العصا؟ نعم. إذا سنعتبره سؤالا للتقصي. نعم. إذا سأطرح عليكم نفس السؤال. لماذا تتجاذب العربتان عند إزالة العصا؟ نعم، حسن جدا. تتجاذب العربتين بسبب المغناطيسين الموجودين فوقهما. نعم، هل هناك من إجابة أخرى؟ جيد. القطب الأحمر للمغناطيس الأول يجذب القطب الأزرق للمغناطيس الثاني. هل هناك إجابة أخرى؟ سنكتفي فقط بالإجابتين. سأعيد قراءة الإجابتين. تتجاذب العربتين بسبب المغناطيسين الموجودين فوقهما. القطب الأحمر للمغناطيس الأول يجذب القطب الأزرق للمغناطيس الثاني. إذن سنعتبر هذه الإجابات بمثابة فرضيات. إذن النشاط الأول أو التحقق من الفرضيات. أقرب المغناطيس واحد إلى المغناطيس اثنان فأحصل على الوضعية واحد. إذا لاحظوا جيدا المغناطيس واحد والمغناطيس اثنان. إذا المغناطيس اثنان كما تلاحظون يتكون من قطبين. القطب الأزرق N يعني le nord en français والقطب الأحمر S يعني le sud on dit le sud en français. إذا ماذا حصل عندما أقرب المغناطيس واحد إلى المغناطيس اثنان؟ ماذا حصل؟ حصل التقارب أو التجاذب بين المغناطيسين. الآن بماذا سأقوم؟ سألون قطبي المغناطيس واحد وأرفق كل قطب بالحرف N و S. إذن سنقوم بتلوين القطبين. إذن القطب الأول هو القطب الملون بالأحمر ويحمل S يعني لو سود أو الجنوبي، القطب الجنوبي.
والقطب الآخر القطب الأزرق أو القطب الشمالي. إذن ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن القطب الأحمر للمغناطيس واحد يجذب القطب الأزرق N للمغناطيس الثاني، بينما القطب الأزرق والقطب القطب الأزرق للمغناطيس الأول والقطب الأزرق للمغناطيس الثاني يتباعدان أو يتنافران. نعم، الآن لاحظوا جيدا با، أقرب القطب N للمغناطيس 2 للبوصلة فنحصل على الوضعية 2. إذا لاحظوا هذه الوضعية 2 ماذا تلاحظون؟ هناك مغناطيس وبوصلة. عندما أقرب القطب N للمغناطيس من البوصلة ماذا تلاحظون؟ ماذا يجذب؟ نعم، يجذب القطب الأحمر للبوصلة. نعم، إذا القطب N للمغناطيس يجذب القطب S للبوصلة. الوضعية الثانية، المغناطيس الثاني الآن لاحظوا غيرنا الوضعية ديال المغناطيس. إذا القطب الأحمر والبوصلة، لاحظوا البوصلة في الوضعية 2 وفي الوضعية 3. إذن هنا أقرب القطب S للمغناطيس 2 للبوصلة فنحصل على الوضعية 3. إذن ماذا تلاحظوا؟ نعم، القطب الأحمر للمغناطيس 2، نعم حسن جدا، يجذب القطب الأزرق للبوصلة. أستنتج كيف يمكن أن نميز بين قطبي مغناطيس باستعمال بوصلة. أملأ بما يناسب، يجذب القطب الجنوبي القطب الشمالي. إذن القطب الشمالي N للمغناطيس، نعم فراغ، القطب الجنوبي S للبوصلة. القطب الجنوبي S للمغناطيس يجذب، نعم فراغ، للبوصلة. إذن سنملأ الفراغات بالقطب الجنوبي N للمغناطيس، هل سنملأ يجذب القطب الجنوبي القطب الشمالي؟ نعم، إذن القطب الشمالي N للمغناطيس يجذب القطب الجنوبي S للبوصلة. حسن جدا. العبارة الثانية، القطب الجنوبي S للمغناطيس يجذب، ماذا يجذب؟ هل يجذب القطب الجنوبي أو القطب الشمالي؟ نعم، إذا القطب الجنوبي S، هل سيجذب القطب الجنوبي للبوصلة؟ نعم، لا. إذا ماذا سيجذب؟ سيجذب القطب الشمالي للبوصلة. حسن جدا. الآن on va passer à une activité, à l'activité 2. Zineb a fixé un aimant sur une table et a posé successivement la boussole dans les positions A, B et C. Regardez la figure 3. Vous avez un aimant fixé et nous avons une seule boussole. On change seulement la position de la boussole. Regardez, la boussole, elle est dans la position A, puis dans la position B, et enfin dans la position C. Regardez dans la position A. Est-ce que la boussole, elle est influencée par l'aimant? Oui, très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le pôle nord de l'aimant, il attire quoi? Qu'est-ce qu'il attire? Très bien, il attire le pôle sud de la boussole. Regardez B. Le pôle nord de l'aimant. Est-ce qu'il influence la boussole dans la position B? Non. Très bien, non, pas du tout. Et dans la position C? Cette boussole, la boussole dans la position C, est-ce qu'elle est influencée par l'aimant? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On remarque, ou bien, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le pôle sud de l'aimant, il attire, très bien, le pôle nord de l'aiguille de la boussole. Maintenant, je reviens sur la figure. Quelles sont les positions?
position dans la boussole, ils se misent au champ magnétique. Ça veut dire quoi? Quelles sont les positions dans la boussole est attiré par l'aimant. Alors, quelles sont ses positions? Très bien, la position, les positions sont A et C. Très bien. Donc, on passe. Maintenant, on va compléter par l'extérieur, influencer la position B. Donc, la position, la boussole dont n'est pas par l'aimant, donc elle se trouve à du champ magnétique. Donc on va compléter par l'extérieur, influencer la position. Donc la position dans la boussole, pardon, la boussole dans la position B, très bien, n'est pas quoi? Influencée, très bien, n'est pas influencée par l'aimant, donc elle se trouve, est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur du champ magnétique? Non, pas du tout. Donc, il se trouve où? À l'extérieur du champ magnétique. La boussole dans la position B n'est pas influencée par l'aimant, donc elle se trouve à l'extérieur du champ magnétique. Très bien. Et dans l'un, ça n'a pas de l'autre. Il y a un autre. Dans l'autre, nous avons un مغناطيسي. Et dans le مغناطيس, هو مصدر من مصادر المجال المغناطيسي. سنبحث الآن عن مصادر أخرى أو سنكتشف مصدر آخر من مصادر المجال المغناطيسي. إذا لاحظوا معي هذه الوثيقة للبحث عن مصدر آخر للمجال المغناطيسي، نلاحظ التجربة الممثلة في الشكلين 4 و5. لاحظوا الشكل 4، ماذا تلاحظ؟ نلاحظ، نعم نلاحظ ضارة كهربائية، حسن جدا. إذن نلاحظ بطارية، أسلاك توصيل، قاطع كهربائي، مصباح وبوصلة. إذن ماذا تلاحظون؟ لاحظوا جيدا المصباح، هل المصباح يضيء؟ لا. إذن قاطع التيار هنا مفتوح. قاطع التيار مفتوح يعني أن التيار الكهربائي لا يمر. لاحظوا إبرة البوصلة كيف هي، لاحظوا جيدا إبرة البوصلة كيف هي مع سلك التوصيل، كيف هما متوازيان. إذن إبرة البوصلة توازي سلك التوصيل. سنمر إلى التجربة الثانية. في التجربة الثانية لاحظوا المصباح، المصباح يضيء، إذن قاطع التيار مغلق. إذن نقول أن التيار الكهربائي يمر عبر أسلاك التوصيل. الآن سنلاحظ إبرة البوصلة، هل احتفظت على نفس الوضعية؟ لا. إذن نلاحظ أن هناك انحراف. لماذا؟ انحراف لإبرة البوصلة. هذا يعني أن هناك تأثير أو هناك نعم مجال مغناطيسي هو الذي هو السبب في انحراف إبرة البوصلة. الآن سنتمم الفراغات بما يناسب. التيار الكهربائي مجالا مغناطيسيا مفتوحا، إذن اتجاه البوصلة موازي لسلك التوصيل عندما يكون قاطع التيار كيف هو؟ إذن اتجاه البوصلة موازي لسلك التوصيل عندما يكون قاطع التيار، نعم حسن جدا، عندما يكون قاطع التيار مفتوحا. عند غلق القاطع، إذا غلقنا القاطع ماذا نحصل؟ يمر نعم التيار الكهربائي، حسن جدا، فتنحرف إبرة البوصلة. مرور التيار الكهربائي ماذا أحدث أو يحدث؟ نعم مرور التيار الكهربائي يحدث مجالا مغناطيسيا. سأعيد القراءة. اتجاه البوصلة موازي لسلك التوصيل عندما يكون قاطع التيار مفتوحا. عند غلق القاطع يمر التيار الكهربائي فتنحرف إبرة البوصلة.
مرور التيار الكهربائي يحدث مجالا مغناطيسيا. نعم، إذا تعرفنا عن المصدر الآخر للمجال المغناطيسي ألا وهو التيار الكهربائي. نعم، إذا العودة إلى الفرضيات والتحقق من الفرضيات. الفرضية الأولى التي وضعناها تتجاذب العربتين بسبب المغناطيسين الموجودين فوقهما. القطب الأحمر للمغناطيس الأول يجذب القطب الأزرق للمغناطيس الثاني. إذن نعود للفرضية الأولى، تتجاذب العربتين بسبب المغناطيسين الموجودين فوقهما. نعم، هل سنحتفظ بهذه الفرضية أم لا؟ إذن سنحتفظ بهذه الفرضية. لماذا؟ لأن سبب تجاذب العربتين هو المغناطيسين الموجودين فوقهما. الفرضية الثانية، القطب الأحمر للمغناطيس الأول يجذب القطب الأزرق للمغناطيس الثاني. نعم، إذن القطب الأحمر يجذب القطب الأزرق، إذن القطبان المختلفان يتجاذبان. جيد، إذن سنحتفظ بالفرضيتين. الآن سنبني التعلمات أو سنكتب الملخص. المغناطيس يتكون من ماذا؟ نعم، يتكون حسن جدا، يتكون من قطبين. نعم، القطب الجنوبي نرمز له بأس، والقطب الشمالي نعم بماذا نرمز له؟ بأن يعني لونور. إذن لكل مغناطيس قطبان، قطب جنوبي أس يلون بالأحمر، وقطب شمالي أن يلون بالأزرق. الآن الأقطاب ديال المغناطيس أو أقطاب المغناطيس، ماذا يحدث بين القطبين المتشابهين أحمر أحمر أو أزرق أزرق؟ هل يحدث التجاذب؟ حسن جدا، يحدث التنافر. وبين القطبين المختلفين يعني N و S شمالي وجنوبي، ماذا يحدث؟ نعم، يحدث التقارب أو التجاذب. إذن يحدث التنافر أو التباعد دائما بين قطبين متشابهين، ويحدث التجاذب بين قطبين مختلفين. حسن جدا. الآن ما هي مصادر المجال المغناطيسي التي تطرقنا إليها؟ نعم، حسن جدا. إذن المغناطيس وماذا أيضا؟ والتيار الكهربائي هما مصدران نعم للمجال المغناطيسي. إذن المغناطيس والتيار الكهربائي ينتجان مجالا مغناطيسيا. سنعيد قراءة التعلمات الجديدة. لكل مغناطيس قطبان، قطب جنوبي S يلون بالأحمر، وقطب شمالي N يلون بالأزرق. يحدث التنافر أو التباعد دائما بين قطبين متشابهين، ويحدث التجاذب بين قطبين مختلفين. المغناطيس والتيار الكهربائي ينتجان مجالا مغناطيسيا. Maintenant, mes nouveaux acquis. Dans un aimant, il y a combien de pôles? Très bien. Il y a deux pôles. Quels sont ces pôles? Très bien. Il y a un pôle nord, N, et un pôle sud, S. Très bien. Donc, chaque aimant a deux pôles. Pôle sud, S, coloré en rouge, et pôle nord, N, coloré en bleu. Les pôles identiques ou bien les mêmes pôles, N et N, est-ce qu'ils s'attirent? Très bien, non. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les deux pôles identiques se repoussent, et les pôles différents.